أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مراجعة دروس الدورة الثانية. حصة اليوم سنتناول فيها مراجعة درسي المفعول فيه والمنادى. سبق لكم أن تتبعتم درس المفعول فيه ودرس المنادى. حصة اليوم سنحاول أن نراجع هذين الدرسين. البداية مع الوضعية التالية: سقطت بقع زيت على كراسة صديقك فطلب منك مساعدته على قراءة الكلمات المبهمة. النص هو كالتالي كما تلاحظون، يتضمن كلمات مبهمة غير ظاهرة، طلب منك صديقك أن تساعده على قراءتها. سنقرأ النص ونحاول معرفة هذه الكلمات. إذن توجه الأستاذ عماد إلى عمله، وقف قسمه كالعادة يستقبل التلاميذ بعد أن التحق كل واحد بمكانه. نادى على أحمد: يا وزع الكراسات. ثم توجه إلى الجميع قائلا: لا تتهاون في إنجاز الواجب. إذن تلاحظون أعزائي التلاميذ، مع غياب الكلمات المبهمة يصعب فهم معنى النص، لذلك سنحاول أن نتعرف على هذه الكلمات. إذن عندما نقول توجه الأستاذ عماد إلى عمله، نحتاج إلى اسم أو كلمة تبين لنا متى توجه الأستاذ إلى عمله. إذن الأستاذ متى يتوجه إلى عمله؟ يستيقظ في الصباح، يتناول فطوره، يحمل محفظته، ثم يتوجه إلى المدرسة. إذن نقول توجه الأستاذ عماد إلى عمله متى؟ صباحا. نقول أنه توجه إلى عمله صباحا. جيدا، نكتب كلمة صباحا. عفوا، إذن توجه الأستاذ عماد إلى عمله صباحا. ما نوع هذه الكلمة؟ تعرفنا في درس المفعول فيه أنه اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الفعل. هذا الاسم تلاحظون أن نوع الكلمة هو اسم منصوب يجيب عن السؤال متى، ومتى دائما أداة استفهام تطلب الزمان. إذن فهو مباشرة نقول أنه مفعول فيه. طبيعة الحال تعرفنا أن المفعول فيه نوعان. النوع الأول هو ظرف زمان، صباحا فهو ظرف زمان لأنه يجيب عن السؤال متى، وبالتالي نعرف زمان توجه الأستاذ إلى عمله. إذن بعد أن توجه الأستاذ إلى عمله وقف قسمه، هل يقف الأستاذ وراء قسمه؟ أين يقف الأستاذ؟ يقف أمام القسم مستقبلا التلاميذ الذين يصطفون بدورهم أمام القسم من أجل الدخول. إذن نقول وقف، أين؟ ببساطة نقول أمام. قولوا أمام. إذن وقف أمام قسمه كالعادة، وأمام أعزائي التلاميذ اسم منصوب يجيب على السؤال أين وقف الأستاذ؟ أين أداة استفهام تطلب المكان. مكان وقوف الأستاذ هو أمام القسم. إذن بدوره هو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل، وبالتالي فهو مفعول فيه. فهو مفعول فيه ولكنه ظرف مكان وليس ظرف زمان. وكما أشرنا في درسنا السابق أعزائي التلاميذ أن الظرف هو وعاء يقع فيه الفعل. عندما نقول ظرف مكان، الظرف كالرسالة، نكتب رسالة ونضعها في ظرف كي نرسلها إلى
المرسل إليه. كذلك الفعل عندما نقول وقف فهو فعل وضع في ظرف مكان، في ظرف مكان، لذلك يسمى الظرف، لأن الظرف لأنه وعاء يقع فيه الفعل. إذن وقف أمام قسمه كالعادة يستقبل التلاميذ. بعد أن التحق كل واحد بمكانه، عندما التحق التلاميذ بالصف أو عندما دخلوا إلى القسم والتحقوا بمقاعدهم، نادى الأستاذ دائما على أحمد. لاحظوا جيدا، عندما ينادي على أحمد ماذا سيقول له؟ طبيعة الحال سيستعمل أسلوب النداء. يا إذن على من سينادي؟ قلنا أنه نادى على أحمد، إذن يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد. إذن عندما ينادي الأستاذ يا أحمد، ما هو إعراب أحمد؟ سنقول مباشرة بأنه منادى، لأنه جاء بعد حرف نداء، جاء بعد حرف نداء. وما هو نوع هذا المنادى؟ لاحظوا جيدا، أحمد هو اسم علم، كسعيد، أسماء، ليلى، كلها أسماء علم. والاسم العلم كما درستم أعزائي التلاميذ فهو معرفة، لذلك يسمى مفرد معرفة، نوعه مفرد معرفة. إذن نادى أحمد، ماذا طلب منه؟ طلب منه أن يوزع الكراسات، وبالتالي فالنداء هو لفت انتباه المخاطب من أجل القيام بعمل ما أو من أجل الاستماع. أو في مثالنا هذا فالأستاذ يطلب من أحمد أن يوزع الكراسات، ثم توجه إلى الجميع قائلا: لا تتهاون في إنجاز الواجب، لا تتهاون في إنجاز الواجب. عندما يحدث الأستاذ التلاميذ ويقول لا تتهاون، إذن ما هو نوع الأسلوب الذي سيستعمله؟ ينادي، لاحظوا جيدا، توجه إلى الجميع ليناديهم، يقول لهم يا متعلما، لاحظوا جيدا، يا متعلما، لا تتهاون في إنجاز الواجب. أين هو المنادى؟ نقول أن المنادى هو متعلما، لأنه جاء بعد أداة نداء. نعم، هل يقصد الأستاذ تلميذا معينا من بين التلاميذ؟ هو يقصد كل التلاميذ، كل من يسمعه داخل القسم، لذلك قلنا يا متعلما، وبالتالي فنوع هذا المنادى هو نكرة، لأن متعلم كلمة هي نكرة، لأن غير أنا سبق أن درستم في درس الإملاء النكرة والمعرفة، وتعرفنا عن شروط أو كيف يتحول الاسم من نكرة إلى معرفة. إذن متعلم فهو نكرة، ولكنه نكرة غير مقصودة، أنا لا أقصد تلميذا معينا ولا أقصد متعلما معينا، لذلك يسمى نكرة غير مقصودة وهو يأتي منصوبا. إذن ماذا طلب الأستاذ من المتعلمين؟ يا متعلما، وهو يقولنا يقصد كل المتعلمين، لا تتهاون في إنجاز الواجب، لا تتهاون في إنجاز وبذلك يقصد كل المتعلمين. إذن بعد أن عالجنا هذه الوضعية واكتشفنا الكلمات المبهمة، سنمر أعزائي التلاميذ إلى خطاطة. إذن قبل ذلك نقوم بحذف هذه الكلمات. إذن سنمر إلى خطاطة بخصوص المفعول فيه، بخصوص المفعول فيه. إذن ما هو المفعول فيه؟ قلنا بأنه اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الفعل، اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الفعل، وقلنا بأنه يعتبر وعاء يقع فيه الفعل. أركز على هذه النقطة، ومن خلال الاسم المفعول فيه، المفعول فيه يعني يقع فيه الفعل، الفعل يقع في المفعول فيه، لذلك سمي بالمفعول معه. نعم، كما قد بالنسبة للمفعول لأجله، لأجل ماذا، المفعول معه، مع من. دونك من خلال تسمية المفعول يمكن أن نستخلص دوره ومهمته داخل الجملة. إذن ما هي أنواع المفعول فيه؟ مثلا قد نعطي مثالا، استيقظ، لاحظوا جيدا هذا المثال،
استيقظ معاد باكرا. لاحظوا جيدا، استيقظ معاد باكرا. متى استيقظ معاد؟ استيقظ معاد باكرا. إذن نضع سطرا على باكرا وهو ظرف زمان، لأن نطرح السؤال متى استيقظ معاد، متى استيقظ، فنجيب على السؤال متى بباكرا، إذن فهو ظرف زمان. بالنسبة لي ظرف مكان قدر ندرج مثالا، مثلا غرد العصفور، غرد العصفور فوق الشجرة، فوق الشجرة. أين غرد العصفور أعزائي التلاميذ؟ مباشرة نقول غرد العصفور فوق الشجرة. إذن فوق فهو اسم منصوب يدل على المكان الذي غرد فيه العصفور، وبالتالي فهو ظرف مكان، فهو مفعول فيه ظرف مكان. نعم، إذن نمر الآن مباشرة إلى الخطاطة المتعلقة بالمنادى، متعلقة بالمنادى. تعرفنا على درس في درس النداء أن أسلوب النداء يتم بأدوات معينة كي أنادي على المخاطب الذي أتحدث معه، لا بد من استعمال أدوات للنداء. وكما تلاحظون إذا كان المنادى قريبا أستعمل معه الهمزة وأي كما تلاحظون في على الشاشة، الهمزة وأي تستعمل للنداء القريب، وإذا كان المنادى بعيدا أستعمل هيا وأيا لنداء البعيد، فأقول مثلا هيا متعلما اجتهد إذا كان بعيدا. وبالنسبة لي أداة نداءية فهي تستعمل للقريب وللبعيد، لابد أن نركز على هذه المعلومة جيدا حتى نتعرف كيف، حتى نتقن توظيف هذه الأدوات، أدوات النداء. إذن مباشرة بعد أداة النداء يأتي المنادى، يأتي المنادى. إذن المنادى أعزائي التلاميذ نوعان، المنادى نوعان، نوع معرب ونوع مبني. المعرب كما تعرفنا على ذلك من خلال الدروس السابقة هو ما تغير آخره، ما تغير، قد يأتي مرفوعا، قد يأتي منصوبا، قد، ولكن بالنسبة للمنادى في الغالب يأتي دائما منصوبا، وهو في الأصل فيه النصب، الأصل في المنادى النصب، كأن نقول مثلا يا طالب العلم، لاحظوا جيدا، يا طالب العلم، ماذا نطلب؟ طالب العلم ماذا نطلب منه؟ الاجتهاد، اجتهد، فطلب العلم ليس بالأمر الهين، اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، أداة النداء تلاحظون هي يا طالب العلم، لاحظوا جيدا طالبة، ما هو إعراب كلمة طالبة؟ مباشرة نقول أنها منصوب، منادى، منادى منصوب. نعم، إذا قلت يا طالبة وتوقفت، طالبة ماذا؟ طالب العلم. إذن لابد من إضافة كلمة ثانية من أجل تحقيق المعنى، وبالتالي فما هو نوع هذا المنادى؟ كما تعرفنا في درسنا السابق هو مضاف، نوعه أنه مضاف. نعم، وكما تلاحظون من خلال الخطاطة، إذن من بين أنواع المنادى قد يأتي مضافا، وقد يأتي أيضا شبيها بالمضاف، مثلا مثلا نقول يا محبوبا، يا محبوبا خلقه، يا محبوبا خلقه، مثلا بوركت، يا محبوبا خلقه بوركت. أداة النداء دائما هي يا، نعم، أنادي على من؟ يا محبوبا، لاحظوا جيدا خلقه، وأيضا احتاج إلى كلمة أضيفت إليه كي يحقق المعنى، وبذلك فهو يشبه المضاف، شبيه بالمضاف، ولكن لاحظوا جيدا
أنه يتميز عليه بهذا التنوين. لا نقول يا محبوب خلقه، لا نستطيع أن نقول محبوب خلقه، ولكن نقول يا محبوبا خلقه، وهو اسم مفعول رفع نائب الفاعل. إذن قلنا أنه أتى منصوبا، أتى منصوبا، ونوعه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. هذه أمثلة توضح لنا ونشرح بها هذه الخطاطة. قد يأتي المنادى أيضا نكرة غير مقصودة. عندما نقول نكرة غير مقصودة كما جاء في المثال السابق، يعني أنني لا أخاطب شخصا في حد ذاته، أنا لا أعرف الشخص الذي أخاطبه، ولكني أقصد مجموعة من الأشخاص. مثلا شخص لا يبصر عندما يريد أن يعبر الطريق، فهو يقول يا رجلا، وهو لا يقصد رجلا في حد ذاته، يا رجلا خذ بيدي. لاحظوا هذا المثال. أو نقول نعم يا رجلا، يا رجلا خذ بيدي. رجلا، هل هو اسم معرفة أم نكرة؟ هو اسم نكرة، ولكن هل كيف لي أن أنادي رجلا لا أعرفه؟ إذن بالنسبة للرجل الأعمى الذي يريد أن يعبر الطريق، فهو ينادي، ربما يسمع نداءه رجل يمر بجانبه، فهو يقصد كل من يسمع نداءه. لذلك فهنا يسمى نكرة غير مقصودة، لا أقصد شخصا في حد ذاته. إذن لاحظوا الإعراب يأتي منصوبا، فإعرابه منصوب، ونوعه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. مثلا كأن أقول يا سائقا خذ حذرك، هل أقصد سائقا في حد ذاته؟ بل أقصد كل سائق أن ينتبه خلال قيادته لي في الطريق. هذا بالنسبة للنوع الأول، قلنا هو المعرب. بالنسبة للنوع الثاني المبني، مثلا عندما يكون اسم مفرد معرفة كما قلنا في المثال السابق مثلا، أو ندرج مثالا آخر، مثلا يا أسماء، يا أسماء ساعدي والدتك، يا أسماء ساعدي والدتك. نعم، هنا عندما أنادي يا أسماء، حرف النداء يا، المنادى بطبيعة الحال أسماء، هل جاء منصوبا؟ نلاحظ أنه تغير من حيث الإعراب، لكن هل نقول أنه منادى مرفوع؟ نقول أنه منادى مبني. منادى مبني على ماذا؟ إذن هو مرفوع بالضمة، إذن نقول مبني على الضم، فهو يبنى بما رفع به، ونوعه مفرد معرفة، مفرد معرفة. النوع الثاني نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. مثلا عندما أخاطب تلميذين مثلا، أقول يا متعلمان، يا متعلمان اجتهدا مثلا، يا متعلمان اجتهدا، أداة النداء يا. بطبيعة الحال ما هو المنادى؟ متعلمان، وبالتالي فلاحظوا أنه مثنى مرفوع بالألف، مثنى مرفوع بالألف، ولكن نقول أنه منادى مبني على الألف، مبني على الألف في محل نصب. بطبيعة الحال مبني على الألف في محل نصب، لأن الأصل، لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، ونوعه هو نكرة مقصودة. عندما أقول يا متعلمان، فأنا أقصد متعلمين في حد ذاتهما. إذن هذا بالنسبة لشرح خطاطة المنادى، وهي مراجعة للدرس السابق. الآن سنمر مباشرة إلى بعض الأنشطة كي نتأكد من مكتسباتنا، كي نتأكد من مكتسباتنا. إذن لاحظوا معي جيدا الجدول. نحاول استخراج المنادى ونحدد إعرابه ونوعه. إذن من خلال ما سبق
الجملة لا تخرج من المنزل يا أحمد. أين هو المنادى؟ مباشرة نقول أحمد لأن جاء بعد حرف نداء. إذن أحمد هو المنادى. نعم، ما هو إعرابه؟ هل نقول مرفوع؟ تذكروا جيدا، نقول أنه مبني على الضم، مبني على الضم، لأن المنادى لا يأتي مرفوعا، يأتي دائما منصوبا، ولكن قد يأتي مبنيا على ما رفع به. ما هو نوعه؟ يا أحمد، مباشرة نقول بأنه مفرد معرفة، مفرد معرفة، لأنه جاء اسم علم، اسم علم. الجملة الثانية، يا رجلاني، تذكر المثال الذي قدمناه حول المتعلمين، يا رجلاني صليا في البيت. في هذه الأجواء المساجد مغلقة، وبالتالي أطلب من المصليين اللذين رأيتهما يتوجه إلى المسجد أن يصليا في البيت. إذن فأنا أقصد رجلين في حد ذاتهما. إذن المنادى هو رجلان، رجلان. ما هو نوع أو ما هو إعرابه؟ قلنا أنه مثنى. ما هو إعراب هذا المثنى؟ مرفوع بطبيعة الحال بالألف، ولكن هل نقول منادى مرفوع؟ نقول منادى مبني على الألف، هو مبني على ما رفع به، هنا مرفوع بالألف، إذن مبني على الألف في محل نصب. في محلنا الأصل هو أن يكون منصوبا. ما هو نوع؟ نوع هذا المنادى طبيعة الحال نكرة، نكرة مقصودة، لأنني أقصد الرجلين في حد ذاتهما. جملة ثالثة، هيا متعلمين، متعلمات، تابعوا دروسكم عن بعد. أنتم الآن تتابعون دروسكم من المنازل، من بيوتكم. إذن فأنا أطلب من المتعلمين والمتعلمات متابعة دروسهم عن بعد. إذن هيا متعلمين، هل أقصد متعلما في حد ذاته؟ أنا أقصد كل المتعلمين الذين يسمعون ندائي. إذن فمتعلمين هو المنادى، متعلمين. هناك منادى أيضا آخر، متعلمات، متعلمات. نعم، إذن متعلمين، لاحظوا أنه جمع مذكر سالم، وقد سبق في درس جمع مذكر سالم أن تعرفنا أن الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن هيا متعلمين فهو منادى منصوب بالياء. لماذا؟ إذن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر السالم. متعلمات، متعلمات، ما هو إعرابه؟ متعلمات، لاحظوا أنه ينتهي بألف وتاء مبسوطة، إذن فهو جمع مؤنث سالم، وقلنا بأن جمع مؤنث سالم يرفع بالضم وينصب بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. نعم، إذن نقول بأنه منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذن ما هو نوعه؟ هيا متعلمين، هل أقصد متعلما في حد ذاته؟ لا أقصده، إذن فهو نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. المثال الآخر، يا بائع الخضر لا تتهاون في عملية التعقيم. يا بائع الخضر، إذن بائع الخضر بطبيعة الحال هو المنادى، يا بائع الخضر، ماذا أطلب منه؟ أن لا يتهاون في عملية التعقيم. نعم، ما هو نوعه أو ما هو إعرابه؟ لاحظوا لدينا إنه منصوب، منصوب بالفتحة. ما نوعه؟ يا بائع، إذا قلت يا بائع وتوقفت عن الكلام لا أعرف بائع ماذا، ولكن عندما أضيف الخضر أعرف المعدة، فهو مضاف، فهو مضاف لأنه يحتاج إلى كلمة تبين معناه. يا محبا وطنه بوركت، من خلال الأمثلة السابقة ومن خلال الدرس الذي نستنتج بأن محبا هو المنادى، محبا هو المنادى. ما هو إعرابه؟ بطبيعة الحال منصوب، ونوعه هو شبه، شبيه بالمضاف لأنه فيه تنوين، شبيه بالمضاف. إذن هذا بالنسبة لي هذا النشاط. إذن بالنسبة لهذه الوضعية لاحظوا جيدا، لأن نكثف من الأنشطة حتى
نثبت مكتسباتنا وحتى نتمكن من هذين المفهومين. سأقرأ لكم هذا النص. أفاق الحاج موسى على صوت الجرار وهو يزمجر أمام المرأب. كان أحمد قد شغله باكرا وربط به مقطورة وضع فوقها كل حاجاته. طلب الحاج موسى من العمال وضع غذائهم داخل سيارته. ستستغرق عملية الحرث يوما كاملا. انطلق الجرار وقد رسم خلفه عدة شقوق حامت حولها الطيور بحثا عن قوتها. إذن من خلال هذا النص نحاول أن نستخرج المفعول فيه. متى إذن قلنا أفاق الحاج موسى على صوت الجرار وهو يزمجر. أين يوجد الجرار؟ مباشرة سنقول أمامه. إذن يوجد الجرار أمامه. نعم. كان أحمد قد شغله. متى شغل أحمد الجرار؟ شغله باكرا. نعم. وربط به مقطورة وضع فوقها. أين وضع حاجته؟ فوق المقطورة. نعم. طلب الحاج موسى من العمال وضع غذائهم أين؟ داخل. لاحظوا دائما أطرح السؤال بمتى أو أين كي أستخلص ظرف الزمان أو ظرف المكان. كم ستستغرق عملية الحرث من يوم؟ يوما كاملا. نعم. انطلق الجرار وقد رسم ماذا رسم خلفه؟ شقوقا. إذن رسم الشقوق خلفه. أين حامت الطيور؟ حول هذه الشقوق لكي تلتقط قوتها. إذن المفعول فيه قلنا أمامه. نعم. ماذا أيضا لدينا؟ باكرا. لدينا أيضا فوق. ثم داخل. ويوما كما تلاحظون. وخلفه. خلف. ثم حول. إذن أمام ما نوع هذا المفعول فيه؟ أمام يعني أجيب عن السؤال أين؟ إذن فهو ظرف مكان. ما هو إعرابه؟ منصوب من طبيعة الحال. باكرا. متى؟ باكرا. إذن فهو ظرف زمان. فوق ظرف مكان طبيعة الحال. داخل سيارة ظرف مكان هو نوع المفعول فيه. خلف ظرف أو يوما عفوا ظرف زمان. أنا أسأل متى. ثم خلف ظرف مكان. وحول أيضا ظرف مكان. ونلاحظ أن هذه الظروف كلها جاءت منصوبة. إذن كلها جاءت منصوبة. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصة مراجعتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في حصة مقبلة بحول الله.